أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الأول ابتدائي. أحبتي، إذا لدينا درس تقديم الأعداد من 11 إلى 20، إذا présentation du nombre de 11 à 20. جميل، إذا لنفهم ونطبق. جميل، إذا نعد الكلل في الكيس الثاني ثم نكمل كما في المثال. إذا نشوفوا بعد المثال شنو فيه. هنا عندنا كيس فيه كلل، إذا حنا غادي نحسبوا هاد الكلل هادو، نشوف شحال من كلل فيه. جميل، إذا عندنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. جميل، إذا عندنا 19 10 كلل. إذا كتبنا هنا 19، إذا هنا عشرات وهنا وحدات. وشحال عندنا من الوحدات؟ إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 وحدات. إذا كما قلنا لدينا 9 وحدات، وشحال من 10؟ 1. إذا إلا كتبنا هنا 19، هذه راه الوحدات ياك، وهذه العشرات. إذا عندنا 9 وحدات وواحد عشرات. جميل، إذا عندنا 10 زائد 9، إذا 10 وحدة ثم 9، إذا 9 زائد 10 تساوي شحال؟ 19. أحسنتم. دابا غادي نشوفو المثال الموالي. إذا صغاري كما قلنا نشوفو دابا الكلل في الكيس الثاني، نحسبوها نشوفو شحال فيها. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. إذا عندنا 20 من الكلل. إذا غادي نكتبوها، إذا عندنا 20 هاد الشكل هذا، نكتبو 20. جميل، إذا وغنكتبوها هنا تحت من هاد الأمدة هادو. إذا 20 بهاد الشكل هذا. إذا دائما الأعداد أول عدد كيتسمى بالوحدات، اللي على اليمين باتجاه اليسار، هذا اللي على اليسار كيتسمى العشرات. هادي عقلوا عليها، شنو قلنا؟ العدد اللي على اليمين أو أول عدد في الأرقام كيتسمى ماذا؟ الوحدات، صحيح. وهنا العشرات، الرقم الثاني كيتسمى العشرات، كنبداو دائما من جهة اليمين. هذه الوحدات وهنا العشرات. إذا جميل، إذا شحال عندنا هنا؟ إلا بغينا نحولوها لعملية، إذا نستعمل السيلو حسن، شنو غنديرو؟ كما قلنا هنا درنا صفر، هبطنا هاد الصفر هادي، وهنا غندير 20 بهذا الشكل. إذا 20 زائد 0 كتساوي 20. جميل، أحسنتم. إذا فقط ما تنساوش أننا الوحدات كنبداوها من على اليمين، هذا الرقم الأول كيتسمى الوحدات، الرقم الثاني كيتسمى ماذا؟ العشرات. شحال من عشرة عندنا هنا؟ 2 عشرتان. وشحال من وحدة عندنا؟ 0. جميل، إذا دابا غادي نمشيو لي التمرين الثاني. إذا هنا عندنا السؤال يقول: أكتب كل عدد بالأرقام ثم أصل كل كتابة رقمية، ياك. جميل، إذا هنا عندنا الكتابة بالحروف، عندنا 16 وهنا عندنا 18 وهنا عندنا هادو. إذا نحسبوا هذا شحال فيه؟ هذا العمود فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا 10، وهنا فيه 1 2 3 4 5 6، إذا 16. إذا نكتبو ماذا؟ 16 بهذا الشكل هذا. إذا نكتبو 16. إذا
وهنا شحال عندنا هنا كذلك غنلقاو 10 في هاد المربعات هادو 10. اذا هنا شحال؟ اذا 10 11 12 13 14 15 16 17 18. حيت عندنا 10 زائد زائد 8 كتساوي شحال؟ 18. اذا غنكتبوا العدد 18. اذا غادي نديروا خط ما بين هذا ياك وما بين 19 اللي هو عفوا 16 اللي هو هذا الاول. احسنتم. اذا دابا نشوف هنا عندنا شحال. جميل. هنا عندنا الوحدات وهنا عندنا العشرات. عندنا 7 من الوحدات وواحد يعني 10 وحده، اذا كتساوي 17. اذا غادي نكملوا. اذا الوحدات كما قلنا فيه 7، اذا غادي نديروا 7 حلقات. 1 2 3 4 5 6 7. درنا 7 ديال الحلقات حيت عندنا 7 في الوحدات، يعني 7 حلقات. هنا عندنا شحال من عشرات؟ عندنا فقط واحدة، حلقة واحدة. هنا عندنا 18، عندنا 8 في الوحدات كما كتشوفوا هنا عندنا 8، عندنا 18، عندنا 8 وحدات ثم 10 وحدة. اذا غادي نديروا 8 ديال الحلقات. اذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا درنا 8 حلقات. جميل. وهنا عندنا شحال من عشرات؟ عندنا واحدة، اذا غنكتبوا واحدة. جميل. هنا عندنا شحال عندنا من وحدات؟ عندنا صفر، ما عندنا والو، اذا غنكتبوا صفر. وشحال عندنا من عشرات؟ عندنا جوج، اثنان، اذا غنكتبوا اثنان. اذا كتساوي شحال؟ 20. 20. جميل. اذا دابا غادي نمشيو للتمرين الثالث. اذا صغار الاعزاء دابا كما قلنا غنتقلوا للتمرين الثالث. عندنا ألونوا أرقام الوحدات والعشرات بالألوان المطلوبة. الوحدات غادي نلونها باللون الأخضر، والعشرات غادي نلونها باللون مدى الأحمر. إذا مثلا هنا عندنا الرقم 9، هذا في غير الوحدات، إذا غادي نلونه باللون مدى اللون الأحمر. إذا غادي نلونه هكا بالطريقة هذه باللون الأحمر بالشكل هذا، بهذا الشكل. هنا عندنا 13، عندنا غادي نلونو العشرات باللون اش؟ باللون الاحمر. اذا واحد يحيد واحد هو العشرات. هنا عندنا دائما كنقولها لكم الرقم مكون من اثنان. الرقم الاول اللي على اليمين هو الوحدات، الرقم الثاني اللي على اليسار هو العشرات. هنا قالوا لي العشرات باللون الاحمر والوحدات باللون مدى اللون الاخضر، اذا غادي نلونوه باللون الاخضر. غادي نديرو 3 باللون الاخضر بهذا الشكل هذا ياك، لونوه مزيان باش يبان بهذا الشكل. عندنا هنا الرقم 12، فينا هي الوحدات وفينا هي العشرات؟ الوحدات هي اللي على اليمين، اليمين ديالكم، زيديه زيديكم وشوف اليمين فين كاين، هي هذه هي اثنان. واليسار جهه اليسار شنو فيها؟ فيها واحد. اذا اليمين كتكون فيه الوحدات، اليسار كتكون فيه العشرات. اذا اليمين باش غنلونوه بالاخضر، واليسار اللي هو العشرات بالاحمر. اذا نلونو العشرات بالاحمر بهذا الشكل هذا، ثم غادي نلونو الوحدات بمدى باللون الاخضر بهذا الشكل. اذا بهذا الشكل هذا. اذا غندير معكم عاوتاني اذا 15. حطنا هنا 5، ماذا يمثل؟ وحدات ام عشرات؟ جيد، وحدات. علاش؟ لانه يوجد في جهه اليمين، هو اول رقم. وهذا اش كيمثل؟ واحد. الوحدات ولا العشرات؟ جيد جدا، اذا يمثل العشرات. علاش؟ لانه الرقم الثاني او يوجد في الجهه اليسار. باش غنلونو 5؟ غنلونوها باللون الاخضر لانها الوحدات. وباش غنلونو 1 باللون الاحمر حيت مكتوب عندنا هنا لونو اللون العشرات باللون الاحمر. اذا بهذا الشكل هذا غادي نلونو
الرقم واحد اللي هو العشرات بالأحمر، ثم غادي نلونو خمسة اللي هو رقم الوحدات باللون الأخضر، وهكا تتكملو كامل. إذا صغاري بهذا الشكل، إذا كنلونو دائما الرقم الأول بالأخضر، إذا هنا راه درت لكم الأحمر، لا اللون الأخضر حيت هذه وحدة، الرقم دائما الأول. إذا كان إلا لقيتو رقم واحد بحال تسعة وثمانية فمباشرة وحدات، غتلونوه باللون الأخضر. إلا لقيتو حداشي رقم على جهة اليسار كتلونوه بماذا؟ بالأحمر. إذا تسعة وثمانية وحدات. إذا هاد الأرقام كاملين، واحد خمسة عشر، عندنا واحد عشرات ثم خمسة وحدات، مثلا اثنا عشر، واحد كيمثل العشرات واثنان كيمثل الوحدات، عندنا عشرون، اثنان كيمثل العشرات ثم صفر كيمثل ماذا؟ كيمثل الوحدات. جميل. إذا هنا أثبت تعلماتي. إذا هنا عندنا هذا مدرج أو تدريجات، إذا من واحد إلى عشرون، يعني هادو كاملين أرقام، يعني صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. جميل. مثلا عندنا هنا اختارينا العدد رقم ثمانية عشر من ضمن هاد التدريجات هادو. ثمانية عشر شحال كتساوي؟ كتساوي عشرة زائد ثمانية، ياك؟ أي ثمانية وحدات وعشرة وحدة، ثمان وحدات وعشرة واحدة، هي هذه إذا درناها في الجدول ديال الوحدات والعشرات. هنا ثمانية عشر، ثمانية كتمثل لنا الوحدات وواحد كيمثل لنا العشرات. إلا درنا هنا في هاد الحلقات هادو، غادي نديرو ثمانية حلقات اللي هي الوحدات، ثم حلقة وحدة اللي هي العشرات او عشرة. هنا معجمي هاد المعجم، هاد المفردات هادو، من الاحسن احبتي الصغار انكم تحفظوها. عشرة باللغة الفرنسية هي ديس، عشرون باللغة الفرنسية هي ذا. جميل. اذا بهكا كنكونوا احبتي الصغار سالينا الحصة ديال اليوم، تلقاو ان شاء الله في الحصة الماجية. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناة، تفعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم الفيديو. اذا دمتم في رعاية الله، الى الحصة الماجية ان شاء الله.